وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الصحفي محمد مراد. مساء الفل على حضرتك. الفل يا شيماء، ودايما متالقه كده، وطبعا وقناه الاهلي طبعا متقدمه في الفضائيات الرياضيه، وكل التوفيق ليك يا شيماء. شكرا جدا ليك يا استاذ محمد. عايز اعرف من حضرتك اهم تفاصيل زياره احمد لمقر الاتحاد المصري لكره القدم النهارده. يعني هي زياره طبعا للاطمئنان على سير الامور، طبعا تنظيم بطوله افريقيا اللي هتقام في الفتره من 21 يونيو لغايه 19 يونيو القادم ان شاء الله. طبعا هو يعني هي زياره وديه اكثر منها زياره عمل، ان هو يعني احمد طبعا متاكد او واثق في امكانيات مصر تحديدا وامكانيات الدوله، وان هو متاكد برضه من نجاح بطوله افريقيا، وده كان السبب الرئيسي ان هو كان من ضمن المدعمين لملف مصر انها تستضيف بطوله افريقيا اللي كانت بتنافس طبعا مع جنوب افريقيا، وخدنا فيها 16 صوت مقابل صوت واحد لجنوب افريقيا. صحيح. زياره النهارده مش عايز اقول انها زياره رسميه، لا هي زياره يعني شبه وديه، كان يعني مع الكابتن هاني ابو ريده رئيس الاتحاد، والكابتن احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، واحمد زاهد وسماحه عزوين المجلس. يعني تم التصرف فيها لاخر استعداد للبطوله، الحاجات الجديده اللي هتتعمل في البطوله تحديدا انها اول بطوله رسميه في عهد احمد لامم افريقيا في عهد احمد عايز ينظم حاجه تكون بشكل كويس، تخرج بصوره كويسه. طبعا بعد سحب البطوله من الكاميرون، فدي اول بطوله ليه، يعني عايز تخرج بصوره متشرفه ليه حسب ليه وتاريخه ان هو رئيس الاتحاد الافريقي. برضو ان دي اول بطوله ب 24 منتخب بنظامها الجديد بشكلها الجديد، فطبعا وجود 24 منتخب في بلد ده شيء يعني مش سهل او مش هين، لكن ان شاء الله مصر قادره على خروج البطوله اكيد بافضل اكيد تنظيم. ان شاء الله. استاذ محمد، عايز اسالك ان كان في النهارده تقارير بتقول ان في احتماليه لاستبعاد استاد القاهره من بطوله امم افريقيا 2019، هل الكلام ده ليه اي اساس من الصحه؟ لا، هو استاد القاهره الاستاد رقم واحد في البطوله، طبعا ده غرف في العمليات اللي بيدير من خلاله بطوله افريقيا، فاعتقد ان حاجه زي دي شبه مستحيله. الاستاد بيتم تجهيزه من اكثر من فتره، ما كانش بيستضيف ماتشات، بيتم تجهيزه دلوقتي باحدث الوسائل وتغيير ارضيه الملعب، والاستاد يعني هو الاستاد الرعب زي ما بيقولوا في مصر، هو افضل استاد، هو الاستاد الوحيد اللي هيستضيف ماتشات. كمان من المفترض ان استاد القاهره هو اللي هيستضيف المباراه الافتتاحيه وكمان مباراه الختام. تمام، هو اللي استضيف مباراه الافتتاحيه، كمان هو الاستاد الوحيد اللي يسعى ان هو يستضيف ماتشات المنتخب المصري بالاعداد الجماهيريه الكبيره اللي متوقعه اللي هي توصل لاكثر من 80,000. هم كان في استعدادين، لو يعني ده السبب الرئيسي في استبعاد برج العرب، ان هو اكبر ساعه جماهيريه هو استاد القاهره، فلازم عشان يتلعب عليه ماتشات، يعني كان يستضيف ماتشات المنتخب بس، لكن الاتحاد او المنتخب مضوا له اقامه ماتشات المنتخب في استاد القاهره، وبالتالي تم استبعاد برج العرب انه مدرجاته كبيره، فكان لازم حضور جماهيري كتير لاستاد برج العرب، فده السبب الرئيسي وراء استبعاد برج العرب. لكن اعتقد ان استبعاد في القاهره، اعتقد يعني او مش اعتقد، يعني معلومه يعني شبه مستحيل، هو ده الاستاد اللي بيدير من خلاله البطوله. اتكلم على حاجه بس، امبارح شيماء في زياره الرئيس، في زياره احمد رئيس الدوله عبد الفتاح السيسي امبارح، ان هو اكد زي ما انت حضرتك قلت في اول الاخبار، ان هو ان في قطعه ارض جديده للاتحاد الافريقي. طبعا الرئيس اكد له دعم الدوله بالكامل للاتحاد الافريقي، وان مقر الاتحاد الافريقي يبقى في مصر، ومعامله الاتحاد الافريقي واعضاء الاتحاد الافريقي زي هيئات دبلوماسيه، هيبقى ليهم معامله خاصه الفتره اللي جايه في داخل مصر. فاعتقد ان ده بياكد يعني فهم الرئيس لمقر الاتحاد الافريقي واهميه ان وجود مقر زي ده في مصر، ده حاجه بتضيف لمصر، مش يعني فده حاجه تاكد ان الدوله واقفه بجانب الرياضه وبتدعم الرياضه الفتره الجايه. اتمنى ان البطوله تخرج بصوره كويسه. في برضه تعليق على خبر حضرتك قلتيه برضه كشيما، اللي هو موضوع الانذارات ده، ان هم كان بعض الاف الحكام تحديدا على سماحه فتاح طلبوا بعد ده، طلبوا منه ان هو يبقى في تطبيق لنظام تظلم على الانذارات اللي بيحصل بره في اوروبا، تحديدا في الدوري الانجليزي، زي الدوري الانجليزي تحديدا يعني الدوري الانجليزي، ان هو لو في لعيب خد انذار مثلا وعايز يتظلم عليه وبيرجعوا للفيديو الاصلي بتاع المباراه، هنا استصعبوا الموضوع ده، قال لك ان احنا هندفع عن نفسنا بتوحه، يعني كل شويه هتلاقي نادي بيقدم لنا كل دقيقتين فيديو ان اللعيب ده اتظلم، عايزين نفتح نعيد الانذار بتاعه ونرجع نشوف قرار الانذار بتاعه صح او غلط، فنفتح عن نفسنا بتوحه. فهم قال لك الوقت غير مهيأ للفتره دي،
فهم يعني الاقتراح ده مؤجل يعني لفصلوه للسنه الجايه او اللي بعدها. بشكرك جدا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي، بشكرك جدا على وجودك معانا في قناه النادي الاهلي.